السلام عليكم، معكم الأخ طارق بن دريس، عضو جمعية حي بيرنسا عدل 300 مسكن. احنا عندنا الانشغال تاعنا مع وكالة عدل ومسؤولي، بالأخص مسؤولي وكالة عدل. احنا السكان دوك رم يشكيو يروحوا يجيو ويهزوا الفواتير تاعهم بطريقة راكم على بالكم بها. رئيس الجمهورية يشجع في الرقمنة، هذا الساكن يروح يباه يسلك بلاكارت، علاه غير سكان حي بيرنسا ما يقدروش يسلكوا بلاكارت؟ علاه تقول له توما تاع بيرنسا ما تسلكش بلاكارت وكاين بيان نشرتوه؟ وعلاه سكان بيرنسا يجي يسلك شهرين ثلاثة موش قاعد حاب يسلك شهرين ثلاثة؟ علاه تمنعو تقول له سلك شهر واحد، كل شهر تجي وتسلك؟ اسكو هذه راك تعاقب فيه؟ اسكو كيصدر الحكم للسكان لصالح السكان؟ ونقطة أخرى، علاه الساكن يروح البلدية ولاد صابر بيهز الفاتورة تاعو؟ علاه ما يجيش؟ لا كاين بيرو في بيرنسا، لا ما تحلش البيرو ويجي فما ويهز الفاتورة تاعو. حابين نفهموا الإشكال وراه، نطلب من والي ولاية سطيف تدخل السريع لأجل حل هذه الأزمة، وبارك الله فيك. برعاية إيمو براو، جان براو.